هنروح ضمن فقرتنا لطلاب المحافظات السورية اللي هنن في سباق علمي جديد في الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين 2024. مرحلة جديدة من التنافس رح تكون العلمي بين أبناء المحافظات السورية للصغار واليافعين. أكيد مشاهدينا، وترتفع وتيرة المنافسة بين المحافظات السورية سعيا من طلابها إلى انتهاز فرص التميز العلمي بالاختصاصات كلها. وأكيد مادة التسجيل ل 15 آذار عفوا. وأكيد اليوم رح نعرف تفاصيل أكثر مشاهدينا عن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين مع ضيفتنا الآن سيدانيا قباني، أمين سر اللجنة العلمية لاختصاص علم الأحياء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها ولكل خلينا نقول التجهيزات اللي قمتوا فيها. وقت نقول لصغار ويافعين، احنا اليوم عم نقصد عم نضوي على شريحة معينة، مين هي هي الشريحة؟ هلا الشريحة الأساسية إذا بدنا نحكي عن فئة الصغار فهي بتضم أكيد الصف الخامس وصف السادس، بينما اليافعين فهي بتضم صف السابع والثامن، فهذا الفرق بيناتهم كتسمية، صغار خامس سادس، يافعين سابع ثامن. خلينا نعرف المشاهدين أكثر اليوم شو هي المواد العلمية اللي عم يشملها اليوم الأولمبياد. تمام، هلأ كمان هون في عنا شوي فروقات. في عنا الصغار عم يكون أكيد في عندي أنا فينا نقول اختبارين أو مادتين علميتين أساسيتين اللي هن الرياضيات والعلوم العامة، بينما اليافعين بيكون في عنا ثلاث اختصاصات، فيزياء وكيمياء، علم أحياء ورياضيات. فكمان هون في فرق، هذا الفرق الصغير بيناتهم يعني. طيب اليوم كل عمل نشتغله نحن بالحياة إن كان على الصعيد الشخصي أو العملي في هدف طبعاً. اليوم نحكي عن الهدف والرسالة اللي حبيت توصلوها. تماماً، هلأ الهدف الأساسي من الصغار واليافعين إن نحن نتيح الفرصة لهي الشريحة الصغيرة إنه هن كرمال يقدروا أول شيء ينموا مواهبهم العلمية، لأن صدقيني في فرق كتير لما يكون الواحد مبلش بأولمبياد من عمر صغير. يعني بيكون أكيد أهم بكتير أو أفضل من إنه يبلشوا بمرحلة الكبار. نحن بنعرف يعني أولمبياد للكبار، فأنت كل ما بتهيئيه مبكر للطفل أو للطالب فهو لح يكون في عنده، لح يعرف كيف بده يتوجه بطريقة تفكيره. حتى الفكرة الأولمبياد هو بيعطي شيء، يعني هو بيعكس شيء حياتي حتى. يعني صدقيني وهي من تجارب انه الطالب لما بيكون معنا بالاولمبياد هو حتى حياتيا عم يفرق، هو عم يعرف يتعامل مع غيره، عم يعرف كيف ممكن يوصل فكره حتى لطالب ثاني. عم بيصير نحن في عنا بعمر صغير بذره كثير مهمه انه هذا الطالب من هو صغير مثلا اذا في عنده سؤال معين هو بيروح بدور عليه وقادر انه يلاقي جواب ويناقش هذا الجواب مع مدرب. نحن كل ما وسعنا هذا الشيء من عمر اصغر كل ما هذا الشيء عكس بطريقه كثير ايجابيه للمراحل المتقدمه. طيب اليوم شو هو الفرق أو الاختلاف بين الأولمبياد العلمي المعتاد وأولمبياد الصغار واليافعين؟ تمام، هلأ كمان الفرق اللي كتير أساسي أنه بالأولمبياد العواشر بيكون الطالب بده يختص بمادة واحدة. يعني هو حصراً يا فيزياء، كيمياء، علم أحياء، رياضيات أو معلوماتية، بينما بالصغار واليافعين لا، هو أكيد بإمكانه يكون أكثر من مادة. تماماً، وبالعمر يعني هو عم يكون صف عاشر هنيك، بينما هون يافعين وصغار. طب خلينا نرجع للسنوات الماضية ونحكي عن التجارب، خلينا نقول اللي اثمرت بالسنوات الماضية، شو أهم المواهب اللي تم اكتشافها خلال السنوات الماضية؟ تمام، فينا نقول كيافعين نخصص هيدي القصة، لأنه هلأ الصغار نحن هي تاني سنة عم نعمل صغار. يافعين نحن يعني صدقا وصلنا لطلاب هن يعني فينا نقول مستواهم أعلى من طلاب صف العاشر حتى بسبب وجودهم هو باختبارات اليافعين أو بمشاركتهم باليافعين. فنحن هذا الطالب قدران ينافس طلاب بعمر صف العاشر حتى هو عم ينضم للفريق الوطني لهي المادة، فهذا الشيء يعني كان كتير مثمر انه هذا الطالب انت عندك يا اول شيء وضحت هي الخامه، فهي الخامه انت قدرتي تلقطيها وانت مو بس لقطيها عم تقول بيها، عم تقول بيها بطريقه تفكير معينه كرمال هو لما يعني قدران تماما يكون مثله مثل العاشر واحيانا افضل منه. فهذا الشيء بسبب اليافعين نحن قدرنا كثير، يعني هلا بفريقنا الوطني بدنا نحكي كعالم احياء شوي انه في عندنا نحن كذا طالب يافعين ضمن الفريق الوطني. اليوم ايمتى بيبدا الاولمبياد وايمتى بينتهي وشو هي المراحل التنافسيه الموجوده اليوم؟ تمام، هلا كمان كصغار ويافعين هلا مددنا التسجيل بانه 15/3. هلا بيكون الاختبارات، اول اختبار فينا نقول كمراحل بيكون هو عباره عن اختبار اونلاين،
فهذا الاختبار يعني فيه طالب كرمال حتى هذا الستريس شوي يقل، يعني فيه طالب يعمله بالبيت يعني ما في مشكله. بعدين بيكون في عنا مرحله ثانيه، هي المرحله الثانيه طبعا بتكون حسب علامات معينه بناء على المرحله الاولى. الاختبار بيناسب كل المستويات؟ تمام. هلا بده يكون يعني بيناسب نوعا ما صف الخامس والسادس كصغار، ممكن تكون المعلومات اعلى شوي. انت حتى الطالب بدك اياه ما يكون مقلب بانه انا حفظت شيء لحطه. يعني هو لازم يحفظ شيء اكيد كمعلومات اساسيه، بس هو لازم هي المعلومه الاساسيه يطلع منها جواب ويكون منطقي، ما يكون يعني تلقين، ما انه انا حفظت بدي حط، لا هي المعلومه انا اخذتها بس انا بدي اقلبها وممكن حل سؤال انا مو مارق معي بناء على تفكير منطقي. حلو. فهي هي اللي بتفرق. طيب خلينا نروح للنتائج والفائزين ضمن هذا الاولمبياد، شو حينطرون فيما بعد بعد هي التجربه؟ تمام. جاهزين معهم شيء؟ رح تضلوا متابعينهم مستمرين معهم؟ تمام. هلا اذا بدنا نحكي كفائزين هن كمان يعني صدقين الكل عم يكون ربحان بغض النظر اذا هو وصل لشيء اسمه تصفيات نهائيه او لا. يعني انا مرق معي كذا طالب ما حالفهم الحظ يروحوا مرحله ثانيه، بس انا لهلا معنا حتى كمدربين، فنحن دائما بنخبرهم وهن حتى بيحسوا انه نحن ما عنا والله ربحان وخسران، نحن عنا عن جد الكل ربحان، الكل ربحان لانه هذا الشيء يعني قلت لك عم يعكس على حياته، يعني هو عم بيصير عم يحس انه في فرق بالشيء اللي نحن عم نقدم له اياه مثلا والشيء اللي معود عليه. نعم. عم نحكي كيافعين، اليافعين شو ممكن يستفيدوا من هي القصه؟ انه اي طالب من طلاب اليافعين بيجيبوا ميداليات بالتصفيات النهائيه ممكن يقدم الاختبارات تبع الكبار. يعني هو ممكن فورا يقدم اختبارات المراحل الاساسيه تبع الاولمبياد الكبار. فهي كانت ميزه كثير منيحه، نحن بسببها صار في عنا بفريقنا طلاب يافعين بالفريق. بالنسبه اليوم لطريقه التسجيل اليوم للمشاركه بالاولمبياد، في مدته التسجيل ل 15 اذار، في اقبال كثير كبير كانه اليوم هو تمام. كيف عم يتم التسجيل؟ هل عم بيكون الكتروني؟ تمام. هو التسجيل انه عم بيكون الكتروني، عم بيكون في لينك موجود على الصفحه الاساسيه تبع صفحه هيئه التميز الاولمبياد على الفيسبوك. هو بس لينك يعني بيضغطه بيبقى استماره وخلص بيكون سجل. هو تماما لانه كان في اعداد كثير كبيره عم تسجل فاضطرينا نمدد التسجيل. حلو. طيب اليوم طلابنا يلي عم يروحوا لتحقيق مراكز متقدمه ضمن هذا الموسم، هل اليوم هن بحق لهم انه بالموسم القادم ايضا يكونوا مشاركين او خلص اليوم اكتفوا من هي التجربه؟ لا بيقدروا، يعني اي طالب حالف الحظ او لا فهو بيقدر يرجع يقدم اختبارات. خلص طالما هو صف خامس فهو بحق له خامس سادس سابع وثامن حتى. بس للثامن بقى اكيد لحتى يصير عاشر بيقدر يقدم مرحله الكبار. بس هو باي مرحله اكيد بيقدر تمام يقدم. خلينا نحكي قد ايه ممكن اليوم تاثر المشاركه بالاولمبياد بشكل كثير ايجابي ومفيد على التحصيل الدراسي اليوم للطلاب؟ تمام. هو كثير، يعني نحن لاحظنا انه عن جد يعني اغلبيه او مو اغلبيه فينا نقول معظم الطلاب اللي هن حتى عم يكونوا فريق دولي ويطلعوا يسافروا وفينا نقول يعني يتنافسوا مع باقي الدول، هن ثلاث ارباعهم عم يكونوا حتى طلاب بكالوريا. فنحن بنعرف البكالوريا عنا هي كثير مفصل اساسي بحياه كل حدا، ف يعني صدقا الطالب اللي بيطلع لهنيك وبيقدر يجيب اصلا حتى تحصيل عالمي وحتى البكالوريا تبعه بيكون يعني يا دوب ناقصه علامتين ثلاثه. فهي يعني ما مرق نحن معنا حاله انه طالب مثلا بدل اولمبياد على دراسته، بالعكس تماما هن عم يمشوا بشكل متوازي وما في تقصير باي جهه. فكثير عم بيكون بالعكس يعني هو ساعتها ممكن يدرس دراسته بطريقه الاولمبياد. حضرتك اليوم من خلال خبرتك ضمن هذا المجال بتفضل اليوم الطالب اذا كان متميز باكثر من اختصاص انه يروح لتقديم الاختصاصات كلها، او بتحبي انه اليوم يركز على اختصاص واحد كرمال يعطي اثمر اكثر؟ تمام. هلا انا من رايي تماما انه هو لا يختص باختصاص واحد. بس الفكره نحن ليش بنخلي الطلاب بعمر صغير يفوتوا بكذا اختبار كرمال لسه الطالب يعرف حاله وين؟ يعني هو قدران فينا نقول مو انه يجرب، بس يجرب هذا الاختصاص وهذا الاختصاص، لانه بعمر صغير ممكن يقول لك انا بحب العلوم وبحب الرياضيات وبحب الفيزياء، يعني لسه هو تجاهه علمي تماما مو مبين هو باي منحه. فهو اوكي انت شوف بالخامس والسادس شو بتحب، بس بالعاشر لازم تكون مقرر انه انت اي ماده بدك اياها كرمال تبدع فيها. كنا بنعرف اليوم انه هي المسابقات فيها فوز وفيها خساره، اليوم خلينا نوضح يمكن كثير من الطلاب اللي بيشاركوا وما بيفوزوا بيقولوا لك انه نحن ما عندنا شيء اسمه خساره. تمام. اليوم نحن يمكن نفذنا بكثير شغلات، بثقافه، بثقه بالنفس، برفقه موجودين، بالمدربين اليوم اللي موجودين. تمام. اكيد بالاولمبياد. خلينا نوضح هذا الموضوع. تمام. يعني نحن عندنا مثلا اي حدا
هلا انا ما بحب عن جد ابدا كلمه خساره، بس اوكي هو ما قدر يجتاز مرحله او ما قدر فينا نقول يحصل ميداليه او شهاده تقدير او اي شيء، هو عم يتم معنا. يعني نحن بنحسسه بهذا الجو انه هو نحن كفريق، نحن عن جد عيله. يعني انت حابب مثلا اختصاص البيولوجي بس ما قدرت مثلا تطلع فيه، اوكي انت حابب هذا الشيء تعال معنا مدرب. هو بيجي معنا مدرب، يعني مو بس مدرب، حتى احيانا متطوع، انه هو ما بده يطلع من هيدي العيله، ما بده يطلع من هذا الدومين، انه انا بدي تم معكم. فهذا الشيء اكيد بيأثمر مثل ما قلتي على المدربين. نحن في عنا شريحه واسعه من المدربين بالمحافظات كلها، بنحاول نربط المحافظات كلها بتدريب معين، والحمد لله يعني العجله كل ما عم تكون يعني سنه بعد سنه عم تكون النتيجه افضل بكثير من السنوات اللي قبل. ممكن دائما نقول سنه ورا سنه نستفيد من تجارب مرقنا فيها، بعض الهفوات نحن ممكن نصححها بالعام الجديد. اليوم عم نحكي عن محافظات سوريه وتشبيك بين المحافظات، وهذا الشيء ممكن يسبب بعض الصعوبات. شو اهم الصعوبات اللي ممكن تمرق معكم؟ هلا كصعوبات قصدك كتدريبيه؟ نعم. هلا تدريبيه ممكن مثلا بمكان معين يكون في مثلا مدربين اكثر من مكان ثاني، فنحن بنحاول يعني بنحاول قدر المستطاع انه الماده العلميه اللي تكون ماخوذه مثلا بهيدي المحافظه نحاول نعممها مثلا على المحافظه الثانيه. اذا مثلا فينا نعمل لهم حتى محاضرات اونلاين، على مثلا نبعث لهم رابط معين، بس هذه هي المرحله كلها بتصير طبعا بعد التسجيل. يعني بعد ما يسجلوا كل حدا يعرف هو شو الاختصاص اللي بده اياه، بس هي كمان بتكون كآليه تطوعيه. بنكون في مثل جروبات على السوشيال ميديا نتناقش فيها مثلا بالمواد العلميه، بنبعث لبعض مواد علميه معينه، محاضرات، بس يعني قدر المستطاع، لانه هي الهيكليه عم تكون تطوعيه. بس تطوعيه وماشيه، يعني ما انه انا ما بدي ادرب لانه تطوعيه، لا. اليوم قد ايه مهم كاهالي وكادر تدريسي اليوم ضمن المدارس انه نحن نشجع الطلاب للمشاركه بالاولمبياد؟ قد ايه هذا الشيء مهم؟ وقد ايه نحن من خلاله ممكن نستثمر اوقاتهم بشكل كثير ايجابي ونكتشف اذا كان في عندهم مواهب مميزه لحتى نطورها اكثر؟ تمام. هلا هو كثير مهم مثل ما قلتي انه اول شيء الاهل يكونوا هن الحافز ويكونوا هن اللي عم يشجعوا على هذا الشيء. ونحن كمان مرق معنا كثير حالات انه الاهالي هن يلي يعني هن بدهم اولادهم يكونوا بهذا الدومين ويكونوا، لانه هذا الشيء عم يعكس يعني عم يشوفوا يلي قبله. صحيح. انه شو صار معي يلي قبل، فانا اكيد بدي لابني الافضل. فانا خلص طالما هذاك الحدا مثلا ما تاثر بدراسته او ما اثر شيء على شيء، فانا اكيد بدي ابني يروح بهذا الدومين. فالاهل عم يكونوا كثير مشجعين، وحتى في منهم عم يكونوا يعني مهتمين كثير. يعني مثلا راح على حدا منهم محاضره من ابنه او شيء، قال له كوتش مثلا بعثي لي المحاضره لابني. وهي كمان صارت معنا كثير، يعني بتلاقي الجروب عليه اهالي اكثر من طلاب لانه هن كثير مهتمين. هلا بالتحصيل الدراسي يعني كمان لازم الطالب، يعني مثل ما قلت لك يعني ما مرق معنا حالات انه قصر بدراسته اكثر. ممكن الاهالي اليوم بتخاف من هاي النقطه، بتخاف تماما خاصه ضمن ضغط المنهاج اللي اليوم عم يواجهوا طلابنا. يعني منهاج كبير، ضغط كثير كبير، فبتقول لك اليوم الام انا بفضل انه يخلص هاي السنه ويروح بعدين فيما بعد. ولكن طالما انت عم تقولي اليوم الاهالي على الجروبات اكثر من هذا بشرة خير، خلينا نقول يعني كيد. بس بتحسي دائما انه الاونلاين غير؟ اكيد غير، يعني غير انك يكون الطلاب متواجدين قدامك، عم تقدروا تتواصلوا بالتحدث بحركات الجسد. اكيد هلا حتى نحن في يعني نحن بمراحل فينا نقول استثنائيه بنتجه للاونلاين، بس نحن لا بنعمل يعني بنعطيهم محاضرات اون سايت بالكليه وبكل اماكن فيها فينا ندرب فيها. فينا نحن لا بنعطيهم اكيد محاضرات اون سايت. يعني اكيد بالختام نتشكرك كثير الانسه دانيا قباني امين سر اللجنه العلميه لاختصاص علم الاحياء، نورتينا واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. يسعد صباحك، موفقين هيك ان شاء الله، هيك بنشوفكم بنتائج جدا ايجابيه. انا ثقه فيكم باذن الله. اكيد باذن الله. اكيد شكرا كثير.